مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، حيث أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أنها ستخضع الجزارين المهنيين لاختبارات أضحى في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنهجها الحكومة من أجل تطويق وباء كورونا. وقررت وزارة الداخلية تسليم الجزارين المهنيين والجزارين الموسميين رخصا لمزاولة هذه الشعيرة الدينية بناء على فحص كوفيد 19 وفق بلاغ لوزارة الداخلية. كما تقرر وفق البلاغ ذاته تسليم الجزارين المهنيين والموسميين أقنعة واقية ومواد تعقيم. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين للتعامل حصريا مع الجزارين المهنيين والموسميين الحاصلين على الرخصة المسلمة من طرف السلطات المحلية والخاضعين لاختبارات كوفيد 19. إذن مشاهدي قناة شوف تي في من طنجة، أذكركم بأن وزارة الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لسنة 1441 هجرية، وذلك في إطار حرص السلطات العمومية على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا 19، ولضمان توفير الظروف الملائمة لمرور هذه المناسبة في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة. وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة أنه في هذا الإطار ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى رخصا من طرف السلطات المحلية تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلين لذلك مسبقا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة. وبهذا الخصوص يضيف بلاغ لوزارة الداخلية أنها تدعو وزارة أقول وبهذا الخصوص يضيف البلاغ تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص من أجل ذبح أضاحي العيد على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا. إذن مشاهدينا الكرام، وزارة الداخلية تعلن بشكل رسمي بأن عيد الأضحى لهذه السنة سيتم في ظروف استثنائية بعدما اتخذت جملة من الإجراءات لتنظيم عملية ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك في إطار حرص السلطات العمومية على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك لضمان توفير الظروف الملائمة لمرور هذه المناسبة الدينية في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة. وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الجمعة أنه في هذا الإطار ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى
رخصا من طرف السلطات المحلية تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلين لذلك مسبقا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها من كمامات وأقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة. وبهذا الخصوص يضيف البلاغ تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى الحرص من أجل دفع أضاحي العيد على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى. مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، نلتقي في مراسلة أخرى. جمعة مباركة وشهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.